ليس هناك مجال الحقيقة في ظل هذه العمليات الربا تأتي من الصدر تحديدا، ومن ثم ما تفضل به ربما الكثير من المحللين الذين طرقت أسماءهم في هذه المقدمة التي قدمت لها، من أن هناك توجه نحو التصعيد، وخاصة بعد أن نحى التيار الإطار التنسيقي منحى آخر غير السكوت وغير رفض ما يطلبه الصدر من خلال التوجه إلى الدستور والتوجه إلى الصيغ القانونية التي تحمي مجلس النواب من أن يكون عرضة للضغط من قبل التيار الصدري ومقتدى الصدر تحديدا. لذلك أنا أعتقد أن المسألة برمتها ذاهبة إلى التصعيد، لا يعني هذا المواجهة بين الطرفين، ولكن التصعيد سيستمر. ربما السيد مقتدى الصدر يعني اتخذ خطوات، حرك الجمهور، استغل موقعه في السيطرة على مبنى المجلس النواب، مجلس الشعب كما سموه، هذه كلها ربما يعني استثمرها الجمهور لفترة محددة، لكن سرعان ما جاءت ربما التوجيهات من إيران إلى الإطار التنسيقي بأن يأخذ أيضا زمام التصرف من أجل إطالة فترة الشد والجذب بين الطرفين، حتى تنهي موضوع الملف النووي مع الولايات المتحدة بالدرجة الأساس، ومن ثم أيضا يذهب ربما الإطار التنسيقي لعقد جلسة لمجلس النواب خارج بغداد، ومرشحة في هذا الجانب ربما محافظة السليمانية لعقد جلسة لمجلس النواب، ويحدث فيها اختيار لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بشكل ربما يحرج التيار الصدري ويضعه في زاوية لا يمكن التصرف من خلالها. هنا ربما أنا أخمن وأرشح وأميل إلى أن تطبق الفقرة أو المادة 64 من الدستور العراقي بشقها الثاني، والذي أشرت إليها حضرتك في أيضا في مقدمة هذه الحلقة، أن عندما نحلل كلمة السيد الكاظمي هذا اليوم في مجلس اجتماع مجلس الوزراء وحديثه عن عدم قانونية وعدم جدوى استمرار حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة بعد الانتخابات وشبهها بالانتحار، أنا أميل إلى أن السيد الكاظمي سيطلب من السيد رئيس الجمهورية رفع طلب بحل مجلس النواب ووضع الجميع أمام مفترق طرق ربما لا يستطيعون الخروج منه، وذلك لاكتساب هذا الطلب الصفة ربما الشرعية والقانونية والرسمية، وبالتالي عليهم أن يخضعوا جميعا لما ستؤول إليه الأمور بتعليمات رئيس الجمهورية من حيث اختيار توقيت الانتخابات وكيفية إجراءها، وربما إضافة ما يمكن إضافته من تعديلات على قانون الانتخابات بشكل استثنائي وخارج مبنى البرلمان. هذا ربما ما يؤكد أكيده حديث السيد الكاظمي إذا ما قمنا بتحليل كلمته هذا اليوم في اجتماع مجلس الوزراء.